هي بس مش هياخد من وقت حضراتكم كتير. 5 minutes بس. هي كيس برزنتيشن وهختمها بكويتشنز، والكويتشنز will be discussions مع دكتوره ايمان سرحان ان شاء الله. هو 15 years old male patient referred to our hospital complaining of generalized body aches. Patient give history ل attack of convulsions 1 month ago. وقتها اتعمل سيتي برين which was free. الاكزامينيشن بتاعنا كان نورمال جنرال لوك، جاست فلاشت فيس، بلاد بريشر 100/70، تشست كلير، ابدومين مايل تو مودريت اسايتس اند مايل لوور ليم ايديما. انفستيجيشن الكلام ده كان في شهر 9/2021، كان معانا انيميا وليوكوبينيا، هيموجلوبين 10.7، وايت كاونت 2.7، سيرم كرياتينين 0.7، hypoalbuminemia 2.4, urine analysis VRPCs over 100, protein creatinine ratio 3.7. على الانفستيجيشن دي بدأنا نسحب immunology، ال ANA positive، anti double strand positive، lupus anticoagulant negative، C3 C4 highly consumed، و CRP negative. After that patient received the sleep pulse solumidrol. Biopsy was done. Light microscopic finding that the biopsy كانت lupus glomerulonephritis class 4 with activity index 11/24, chronicity index 0/12. كان في marked thickening للglomerular basement membrane with subendothelial hyaline deposits and endocapillary hypercellularity and intracapillary neutrophils. Patient received Cerecept 3 gram for 2 months with no clinical improvement. The protein creatinine ratio increased from 3.7 to 8.6. Hypoalbuminemia 2.1. We shifted from Cerecept to Neural 150. Sequence investigations اللي قدامنا بتاعت بعد ما البيشنت بدأ ياخد النيورال تقريبا في خلال 3 months. الهيموجلوبين بتاعنا رفع ل 11، وايت كاونت رفع ل 8.6، بليتليت وصلنا ل 400، بروتين كرياتين ريشيو 0.1، and no albumin في اليورين. Complete remission. C3 و C4 back to normal. الحقيقة الحالة كده خلصت. في questions for discussions أنا هختمها بيها دلوقتي. احنا في الحاله بتاعتنا بدانا في سيليسيبت، وبعد السيليسيبت كملنا كانش فيه ريسبونس وحصل ديتيريوريشن، دخلنا النيورال. فهل الكيس دي تعتبر ريفراكتوري لوبس؟ لا، الديسكشن ويل بي ليتر مع دكتور ايمان. his sister and his mother developed lupus. ده اللي احنا عرفناه بعد كده. هل في ريليشن بين الفاميلي هيستوري والريفراكتوري لوبس او جيناتيك اسوشيشن؟ السايكلوسبورينز ليه افكت على البروتينيوريا، فهل الريدكشن بتاعت البروتينيوريا هي كانت السبب ان يدخل البيشنت في كومبليت ريميشن؟ لاست كويتشنز، كان وي يوز سايكلوسبورين ان اندكشن اوف لوبس بدليل ان احنا استخدمنا السيليسيبت وما كانش فيه اي كلينيكال امبروفمنت على البيشنت؟ شكراً.